بعد الشهرة العالمية التي حققها جون بيركو بصرخاته المدوية من أجل الانضباط داخل مجلس العموم البريطاني، يتبنى خليفته السير ليندسي هويل أسلوبا توافقيا، فضلا عن مجموعة حيوانات غريبة الأطوار يأتي على رأسها الببغاء بوريس الذي لا يكف عن الثرثرة والتكرار. وبينما تقترب الذكرى الأولى لانتخابه في 4 نوفمبر تشرين، يستعرض سير ليندسي الذي كان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس المجلس، يستعرض الموقف في بلاده بعد فترة البريكست. ويعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجلب المزيد والمزيد من العمل إلى مقر مجلس العموم، وسيكون على الجميع العمل بحسم في العديد من القوانين واللوائح. Previously, you know, we've had the European Union that's been dealing with legislation, it's been dealing with laws. All of that falls back on the United Kingdom. So the United Kingdom, I think, will be important that we'll have a chamber that will have to be more powerful. وبطبيعة الحال اضطر لإدارة مناقشات وجلسات خلال جائحة كورونا، وهو ما جعله يواجه ذلك الوضع من خلال تغيير طريقة عمل مجلس العموم بحيث يسهل التواصل عن بعد بين الأعضاء خلال الجائحة، وللمرة الأولى منذ قرون يسمح بالتصويت إلكترونيا بدلا من الطريقة اليدوية في إطار الإجراءات الضرورية لمواجهة الجائحة.